حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج صدى أقلام وحلقة جديدة نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. المدى مقاطعو الانتخابات متمسكون بموقفهم والأجواء ما زالت غير ملائمة. الشرق الأوسط تعديل الدستور شرط لعودة الصدر انتخابيا. القدس العربي نيويورك تايمز أطول حرب أمريكية انتهت بعودة نفس العدو للحكم. التايمز طالبان تكشف وسط انتصارها عن سجن أمريكي ارتكبت فيه أهوال. نيويورك تايمز أطول حرب أمريكية انتهت بعودة نفس العدو للحكم. لوموند القطيعة بين الجزائر والرباط تقلق مزدوجي الجنسية والعمال المغاربة في الجزائر. عربي 21 معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين بمأرب. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات، ومقالنا الأول عن مؤتمر دول الجوار والرهان الخاسر. كتب ياسر عبد العزيز مقالا في موقع عربي 21 في القاعة الفخمة. تراصت المقاعد في أدائرية توحي بالسواسية، وإن غاب عنها جل من أعلنت الخارجية العراقية عن حضورهم الجلسة، حتى من حضر غاب عنهم فاعلون مهمون في المنطقة كالسعودية وتركيا، وكان التمثيل على مستوى وزراء الخارجية. مع ذلك فإن القاعة التي تشابهت في مبناها لم يتشابه الجالسون فيها، فالكل أتى وعنده الرئيس الفرنسي كما أجندته الكاظمي، يبحث عن عقد عمل يفتح له آفاق ولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة في بلاده. لذا فقد سبق الحضور للمؤتمر بيوم ليمكث بعده يوما ليزور كردستان العراق، فالاستثمارات وعقود التشغيل شغله الشاغل. بلكنة أعجمية تلا وزير الخارجية الإيراني كلمة بلاده باللغة العربية في رسالة واضحة للعرب الجالسين في المؤتمر بأننا نعرف كل شيء في العراق حتى لغته. وفي كلمته قال حسين عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني إن بلاده أول من اعترف بعراق ما بعد الاحتلال، وأنها أقامت علاقات تجارية خلال تلك الفترة بما يزيد عن 300 مليار دولار، ليؤكد بعدها على أن الرقم يعكس مدى الترابط المتجذر بين البلدين على حد وصفه. وعلى المستوى الأمني أكد عبد اللهيان على أن بلاده ساهمت في دحر تنظيم الدولة من خلال دعم المرجعية الرشيدة بفتوى الجهاد الكفائي. كلمة عبد اللهيان قضت على حلم أمريكا التي لم تحضر المؤتمر وأوكلت مهامه للكاظمي. فإيران في كلمتها أكدت للحضور أنها اعترفت بعراق ما بعد الاحتلال ولم تعترفوا، ودعمت اقتصاده ولم تفعلوا، وساندته في تأمين أراضيه من تنظيم الدولة ولم تساندوا، والمحصلة أن العراق لنا ولا مقام لكم. ولعل الرسالة التي أرسلتها إيران فجر يوم المؤتمر بقصف مواقع للقوات الأمريكية على الحدود العراقية الكويتية كانت تمهيداً نيرانياً للهيان قبل أن ينسف المؤتمر ويلملم ماكرون من ورائه صفقات كهرباء وغاز، وشيئاً من ندر يسير من صفقات السلاح المكدس ولا تجد من يشتريه. أما بايدن الرخو وخططه الهشة فقد ذهبا أدراج الرياح، فلا مكان في العالم للحالمين. ولعل زيارة عبد اللهيان للمكان الذي قتل فيه قاسم سليماني لشاهد على ذلك. أما دول الخليج التي صدقت الكذبة وذهبت لبغداد لتحقيق أحلام بايدن وراهنت على الكاظمي ربيب طهران ومواليها فقد عرفت أن الرهان خاسر. مؤتمر بغداد تسويق لماكرون واللهيان والكاظمي، مقال للكاتب ماجد السامرائي جاء فيه:
لم يحصل أن دولة أو نظاما سياسيا كالعراق الذي يعاني من أزمات داخلية تتعلق ببنيته وعلاقته بهموم الشعب بسبب سيطرة إمبراطورية الفساد والميليشيات يسعى لجمع دول مجاورة ودول كبرى تحتفظ بعلاقات إيجابية مع العهد الحالي للاجتماع، ويحتار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وضع عنوان مطابق لهدفه المقصود في الحصول على دعم سياسي عربي وإقليمي. سبق أن عقد مؤتمران لدول الجوار العراقي، الأول في شرم الشيخ في عهد حكومة إياد علاوي وإسطنبول والكويت عام 2017، وآخر للمانحين عام 2018 الذي كانت حصيلة ما جمعه من أموال متواضعة، وكانت السعودية والإمارات والكويت في مقدمة المانحين بينما لم تقدم إيران سوى الكلام. وعلى طريقة سياسة نظام طهران الماكرة والمشاكسة والمعرقلة لأي انفتاح عراقي على العرب والعالم، لم تترك طهران فرصة زيارة الرئيس الفرنسي للموصل تمر دون أن تذكره من خلال تصريح الناطق باسم الخارجية الإيرانية بأن الفضل في قدرته على المشي في الموصل المحررة يعود إلى إيران في تعد رخيص ووقح على دور الدماء العراقية الزكية في تحريرها. سبق ذلك التصرف البروتوكولي الميليشياوي المحرج لحكومة العراق والمتمثل بتقدم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في وقفة الصورة التذكارية من صفوف وزراء الخارجية إلى صفوف الرؤساء، وتبع ذلك بكلمة غير لائقة لا في مناسبتها ولا موضوعها ولا مناخها، حيث عبر بوقاحة عن هيمنة نظام إيران على مقدرات العراق وإعلانه رفض إيران التدخل في شؤون العراق الداخلية. وفي تأبين القتيلين الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس فيما صحح نطقه متعمداً رقم حجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران من 300 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، والرقم المصحح هو مقدار ما تسرقه إيران من العراق. لا نتجاوز الحقيقة لو قلنا إن مؤتمر بغداد كان مهرجاناً لماكرون الفرنسي واللهيان الإيراني وورقة مرور للكاظمي يعتقد أنه من خلالها سيسهل مشروع قبوله رئيساً بعد الانتخابات، رغم أن طهران تدرس الخيارات في حينها ما بين الاستجابة لمشروع الصدر في زعامة الحكومة أو ترشيحه للكاظمي، أو ستغامر في تقديم بديل ميليشياوي موال بنسبة 100% لطهران. قمة بغداد في بورصة التخويف من الإرهاب، مقال كتبته الكاتبة هيفاء زنجنة، حيث احتلت بغداد يوم 28 من آب أغسطس حيزا إعلاميا يعيد إلى الذاكرة أيام المؤتمرات الكبيرة الحاضنة للدول العربية والأجنبية في حقبة ما قبل الاحتلال الأنجلو أمريكي عام 2003. ففي توقيت تدعي فيه الحكومات الغربية بأنه مفاجئ فيما يخص استعادة حركة طالبان لأفغانستان والانسحاب المهين لقوات الاحتلال الأمريكي البريطاني، انعقدت قمة بغداد للتعاون والشراكة بحضور 9 دول جوار وفرنسا. كانت الحصيلة المزيدة من المختطفين والمعتقلين والتعذيب والقتلى وإلقاء نظرة سريعة على تقارير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان في العراق، بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش في حال عدم ثقة ممثلي الدول بالتقارير المحلية، كانت ستبين لهم أن كراسيهم الفخمة في قاعة الاجتماع غارقة بدماء العراقيين، وأن خطاب الكاظمي وتصريحات وزير الخارجية يدلان بوضوح كما شمس العراق إلى ما ستتمخض عنه الانتخابات المقبلة، إعادة تدوير الوجوه نفسها ربما بأقنعة مغايرة، لا لأن العراقيين لن يختاروا الأمناء كما نصحهم السيسي،
بل لأن لغة الانتخابات الأولى والأخيرة هي الفساد، وألف باء لغة الفساد في العراق الغني هي مليارات الدولارات، وتفكيك الانتخابات سيظهر عقود نهب ومشاريع ووظائف وهمية وأموال رشاوى باذخة يتم غسلها في بنوك الغرب. فالدول التي تخرب البلدان غير المطيعة صباحاً تتظاهر بمد يد الإحسان والمساعدة والبناء مساءً. بالنسبة إلى مكافحة الإرهاب، وهو المشروع الذي صنعته وسوقته الولايات المتحدة وتبناه الحكام العرب لكي لا يحيدوا عن الصراط الأمريكي، قدمه المشاركون في القمة بعنوان دعم العراق في مواجهة الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار. هنا يتبدى التدخل في الشأن الداخلي بشكل أوضح. تم تصوير قمة بغداد أنها ستمنح شعوب الدول المجتمعة الأمل بتحقيق الأمن والاستقرار، إلا أن ما لم يتم التطرق إليه إطلاقاً سواء من قبل المجتمعين أو إعلامياً هو أن معظم شعوب هذه الدول وليس العراق وحده تعيش خارج قاعات الاجتماعات الباذخة واقعاً يراوح ما بين المزري واللا إنساني، وأن وجود المضاربين ممثلي شركات متنافسة بشراسة في مبنى البورصة لا يعني اتفاقهم حول توحيد الأسعار في الأسواق لصالح المستهلكين. عما قبل مؤتمر بغداد وما بعده، كتب عبد اللطيف السعدو مقالا جاء فيه: لم يعد سرا أن فكرة عقد مؤتمر إقليمي في بغداد لم تكن في الأساس مبادرة شخصية من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي كما قيل في البداية، إنما هي فكرة أمريكية أرادت فيها واشنطن تأهيل العراق للعب دور قيادي في المنطقة يخدم مصالحها ويعمل على تجاوز حالة الاستعصاء في العلاقات بين دول المنطقة. هل يمكننا القول إذن من دون مواربة إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حالة أمريكية إذا ما صح التعبير، وقد تكمله مؤتمرات لاحقة الهدف منها جمع الأضداد وترويض من يظل ناشزاً عن اتباع ما هو مخطط للمنطقة في قابل الأيام وتطويعه، وإرساء صيغة لإطار أمني إقليمي يتوافق مع مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي اشتغل عليه الأمريكيون أمداً طويلاً. وقد حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن ورائه أوروبا وحلف الناتو المؤتمر ليكون عراب الصفقة الجديدة التي توفر السلام والأمن والرفاهية لشعوب المنطقة. ولم يكن مصادفة تعهد ماكرون بإبقاء قواته العسكرية في العراق، انسحبت القوات الأمريكية أم بقيت؟ كما لم يكن مصادفة أيضاً أن يشمل برنامج زيارته الكاظمية وأربيل والموصل. وقد اختيرت هذه المدن الثلاث بعناية لما تمتلكه كل واحدة منهن من رمزية خاصة في إطار التنوع المذهبي والعرقي في بلاد الرافدين. وتندرج في السيناريو نفسه زيارة جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي ستتم خلال أيام، وهي زيارة التي ينظر إليها كثيرون نوعاً من المساندة للدور الذي يسعى العراق إلى الانخراط فيه بدعم غربي. وقريباً من مخرجات المؤتمر وبعيداً عنها، بدا العراقيون غير مهتمين وغير عابئين بما زعم عن نجاحه، وهم مثقلون بهمومهم في البحث عن الأمن والأمان. والخلاصة التي خرجوا بها من المؤتمر أنه ليس ثمة حل لأزماتهم التي استشرت 18 سنة غير الاعتماد على مشروع وطني يتجاوز العملية السياسية القائمة ويحاسب شخوصها ويعيد بناء الدولة ويستعيد الوطن من مغتصبيه والمهيمنين فيه على القرار. البصرة بندقية الشرق تحولت إلى مدينة منكوبة، عنوان مقال للكاتبة نهى لعنزي توصف مدينة البصرة بأنها مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم
وقبل ذلك مدينة الفراهيدي والسياب وأبي الأسود الدؤلي والزبير والحسن البصري. هذه المدينة كانت تزهو بالثقافة والفنون والأدب والعلوم والبطولة، كانت أنهارها المتفرعة بين شوارعها النظيفة يجري ماؤها عذب، وكان هناك شط بين مدينة البصرة القديمة والعشار يجري به الماء صاف، وعلى جانبيه بيوت البصريين الأصلاء وعوائل البصرة الأصيلة، وكانوا سابقا يركبون الأبلام النظيفة المفروشة ويذهبون إلى العشار، تسير بهم بين موجات الشط الهادئة إلى العشار وبالعكس. أما الآن يا شطي الحزين، جفت مياهك إلا ما ندر، ورحلت أسماكك وامتلأت الشواطئ بكل غاذرات العالم، لم تعد شط العرب النظيف الجميل يعلوك الحزن. أما المعقل فشوارعه الجميلة الواسعة وبيوته الكبيرة المنسقة والحدائق المطلة من البيوت الجميلة تداعب المارة بعطور تنعش الروح وتبعث الأمل في النفوس. أما الحدائق العامة كالأندلس والسندباد وحديقة يسميها المعقليون شفقة العامل، كانت زاهية بالترتيب والنظافة والجمال. أما الآن فحدث ولا حرج عن التجاوزات وانتشار القاذورات، فلا تشم سوى رائحة الأبقار والخراف، وجفت أزهار المعقل فأصبحت تغرق عند أقل زخة مطر. إن جمال البصرة ونظافتها وثقافتها لا يمكن أن يصفه قلم ولا تتسع له صحف. أما الآن يا مدينة الجميلة الأسيرة، هؤلاء الرعاع دمروا كل جميل فيك وعبثوا بكل معالمك بتجاوزات غيرت معالم المدينة. إهمال متعمد في كل شيء، فالتلوث في كل مكان في الماء، والأزبال المنتشرة والحدائق المدمرة، علاوة على الغزو البشري الذي لا ينتمي للعراق أو البصرة. في صحيفة الشرق الأوسط كتب حازم الصاغية حين شنت الولايات المتحدة الأمريكية حرب العراق، وكانت قد سبقتها بحرب أفغانستان بعامين، أرفقتها بفائض أيديولوجي وبنقص عسكري، القوات المقاتلة التي توجهت إلى بغداد كانت أقل وأصغر مما تتطلبه مهمات القتال، التحالف الذي بناه لهذا الغرض جورج دبليو بوش كان هزيلا جدا بقياس التحالف الجبار الذي بناه والده جورج بوش الأب لإخراج الجيش العراقي من الكويت. بدأت الولايات المتحدة تنتقل من الحرب لبناء الأمة وإقامة الديمقراطية إلى الحرب على الإرهاب، وسريعا ما صار العراقيون يعاملون بالقسوة التي تمارس على كائن ميؤوس من إصلاحه. سجناء أبو غريب وبوكا باتا نصبي المرحلة الجديدة، وهذا قبل الاتكال على طائرات للدرون العمياء. العراقيون الذين رسموا قبلا بوصفهم أكثر الشعوب عشقا للديمقراطية وانتظارا لها، باتوا يرسمون بوصفهم أكثر الشعوب احتضانا لإرهاب متأصل في طباعهم. ومثلما استدعت النظرة الأولى تسريع الدخول، صارت النظرة الثانية تستدعي تسريع الخروج، خصوصا أن الرأي العام الأمريكي يلح هو الآخر في طلب المغادرة. هذه الوجهة أخذت أشكالا كثيرة، لكن شكلها الأصفى بالتأكيد يبقى الانسحاب الذي شهدته أفغانستان قبل أيام. لقد أدى هذا التفكير الرغبوي بدخولا وخروجا إلى التأرجح الدائم بين أمثلة الشعوب وبين العنصرية حيالها. الأمثلة يواكبها مستشارون عرب يمينيون متفائلون بقدرة أمريكا على إقامة الديمقراطية وإحقاق الحق وفعل الخير، وهم يبررون كل قسوة على الطريقة المفضية إلى جنة حتمية. شعار هؤلاء: ادخلوا وتدخلوا في أسرع وقت ممكن وافعلوا كل ما يمكن فعله. أما الحديث عن طوائف العراق وإثنياته ونزاعات التاريخ العراقي الحديث،
فلم يرد أن يسمعه أحد في واشنطن. الحديث عن مدى استعداد المنطقة بحكامها وشعوبها للتعايش مع تطور كهذا كان مصيره التجاهل نفسه. الحديث أن سنوات الحصار التي سبقت الحرب دمرت الطبقة الوسطى العراقية التي تتطلبها الديمقراطية بدأ أيضا غير مستحب. دخل قادة من طالبان والمئات من عناصر القوات الخاصة للحركة إلى مطار كابول بعد دقائق من مغادرة آخر جندي أمريكي في أفغانستان. وأظهرت صور قادة من طالبان وعناصر من قوات بدر 313 الخاصة والمسلحة جيدا إلى الجزء العسكري من المطار عقب إعلان البنتاغون خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليلة الاثنين، لتنتهي بذلك حربا استمرت 20 عاما. نتابع مع مشاهدينا الكرام بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم. بهذا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير وإلى اللقاء.